خضتني يا علا. انت وبعدين معاك يا واد مصلح مش هتبطل جري ورا بنت صبيحه؟ ايه ده شايفني ماسك دي الجلابيدي في اسناني وبجري وراها؟ ايه على مين يا علا؟ ده انت واخد ساتر ورا الشجره وعينيك هتبوظ منك يا ابو عين زيغه. انت زيغه زيغه بس في الحلال، محدش يكره. بس بدل ما تلف وتدور حواليها وتطلع عليها سمعه في البلد كلها، تخش اخش فيه؟ خش على الحلال على طول. بايه بايه يا خضير؟ ما انت عارف البير وغطاه. اوه حيرتني معاك يا مصلحي، لا انت قادر تتقدم ليها ولا انت عايز تسيبها في حالها. وانا يعني كنت ضايقتها في حاجه؟ يا مصلحي انتبه لنفسك ولشغلك، ده انت بتشتغل مع وحش ما بيرحمش ومش هتطول منه غير القرشين اللي بيرمهم لك اخرة كل نهار. هتتجوز بايه؟ لا ما انا كلمت ابويا رزق وقال لي هزودها. هيزودك كام يعني؟ 10 15 ساغ؟ ده يوم ما يتهور ويفقد عقله ها هم دول علاوة الجواز. شوف بقى يا خضير، صبيحه ليا وين الصبيح؟ ايش قولك بقى؟ والله اللي عايز حاجه يسعلها، ولو صبيحه من نصيبك يبقى هتنولها وتتجوزها يا رب. ايوه يا اللي بتخبط. اهلا العوافي يا حاجه نور. الله يعافيك يا بنتي، اقعدي يا اختي استريحي يا صبيحه. ازاي احوالك يا حبيبتي؟ الحمد لله، بس الدار هتوجع في راسي يا حاجه نور. يوه يا بنتي، ما انا قلت لك بدل المره ألف مره سيب الدار دي وتعالي اقعدي حدانا هيني. ايوه ابوك الحاج النبوي زي ما انت عارفه ما عندناش اولاد، وديك هتبقي بنتنا وقريبه مننا وفي وسطنا. تشكري يا حاجه نور، اني عارفه معزتي عندكم وربنا يعلم اني بحبكم قد ايه، بس دي داري ودار امي وابويا اللي فاتوهالي، اسيبها ازاي؟ اسيبها للديابة تنهشها؟ وبعدين دي جنب ارضي. ارضك؟ لهم الخمس قريت اللي حداكي دول بتسميهم ارض يا صبيحه؟ ويا ريتهم مزروعين الا بور، دول شويه حجر يا بنتي. معلش طلعوا ولا نزلوا اهم اسمهم خمس جراريت. يا رب يا ستار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صبيح؟ ازيك يا حاج نبوي؟ الحمد لله، ازيك انت؟ نحمده على كل حاجة. سقف دارها هيقع يا حاج، وهي راسها وألف سيف ما تسيب الدار أبدا. أصيلة مش هاين عليها تسيب دارها. أنت مش عارفة المثل اللي بيقول من ساب داره اتقل مقداره؟ مش كده برضو يا حاج؟ أنا إن شاء الله هبعت لك اتنين رجالة إنما إيه يصلحوا لك السقف بتاع البيت. ده لو طلعوا يصلحوا لها السقف هياخدهم ويقع بيهم. خلاص يصلحوه وهم واقفين على الارض، يقفوا على الارض ويمدوا ايدهم يصلحوه، ما هم ايدهم طويله. يو يا حاج اعمل لك همه يا واد انت وهو. البعبع جاي. البعبع؟ ايوه البعبع ومعاه العصايه كمان، ايه رايك بقى؟ طب يا اخويا يا ابو بعبع. ها يلا ادي الشغل انت وهو، يلا الهمه. يلا يا محمد يلا يا ولد. ايوه عامل نفسك شغال قوي يا علام صلحي. اه ما انا شغال اهو، هعمل نفسي بشتغل ليه؟ ايه ده بتبوع فيها عد كك وابور لما يعيشك. بالك يا علام صلحي لولا انك غلبان ويتيم انا كنت رميتك في الترع. اه وهون عليك يا باريز. بو لما يلهفك، قلت لك يالا 100 مره ما تقوليش يا باريز. امال اقول لك ايه؟ قول لي يا سيريز. ماشي يا سيريز، مش هتزود اجرتي بقى، انت وعدتني. انا وعدتك على اساس انك تحلل القرش اللي بتلهفه واللقمه اللي بتطفحها. بالك انت يا باريز، قصدي يا سيريز، انا احسن واحد بيشتغل عندك في الرجاله دول. بطل غلب علي، لما يجيني مزاجي ازود اجرتك هزودها. امرك. بقول لك ايه يا علي، بعد ما تخلص شغلك فوت على الدار، الحاج الطاف عايزاك. عايزاني ليه؟ انا عارف. انا بقى عارف. الكتم يالا الكتم، وانت يالا انت هو همه شويه. انا مش عاوز شغل تلابله، انا ما احبش التلابله.
يلا يلا ابراهيم يلا. وردي بنتي يا ورد. وردي يا حاج يا اختي انت فين؟ دبحت ذكر البط زي ما قلت لي؟ ايوه. طب يلا روحي شوفي شوفي مين القهوة. حاضر اجري. ده مصلحي يا حاج. مصلحي؟ هيدخل يا مصلحي. ابويا رزق قال لي انك عايزاني. ايه بقى عايزاه؟ روح هات اللي قلت لك عليه من شويه. حاضر. امال هو فين؟ ابويا الحج في الغير. هيعوق؟ مالش حج. انا عايزك توصيه علي من غير ما تقول لي يا مصلحي. انا دايما بوصيه عليك. ايوه بس هو قال لي انه هيزودني 15 سقف اليوم. النهارده بقى جاي يقول لي مش هزودك. لا ما تخافش هيزودك ان شاء الله. يا رب اسمع منك ربنا يا رب. هاتي يا ورده الحاجه اللي قلت لك عليه. يا اختي مدي شويه. هاتي يلا روحي على جوه. بقول لك ايه، خد رمي بدنك بجوز الحمام دي. ربنا يخليكي ويعمر بيتك واصلك. ربنا ما يرميكي في ضيق. ربنا ما يوريني فيكي يوم وحش ابدا يا حاج. بس بس يا مصلحه ايه هتشعر لي على ربابه؟ يلا يلا روح بيتك كل ونام. يلا بيتي. ايوه بيتك. هو فين بيتي؟ ده قفص الفراخ اللي حداكم يبقى سرايا جنب العش اللي انا قاعد فيه. معلش ما تزعلش يا مصلحي، بكره القرش يجري في ايدك اللي تبني به بيت وتعمل عيله. يلا يا اخويا يلا. ربنا يكرمك ويخليك ويعم الهي. خلاص بقى يا مصلحي روح يا اخويا. يلا يا اخويا. سلام عليكم. عليكم السلام يا اخويا. يلا يا اخويا يلا بالف سلامه. بالسلامه نفوخي اللي قالوا دي. وردي يا وردي بيتي يا وردي. نعم يا حاج. جرايه يا بيتي انت اتطرشتي ما بتسمعيش؟ امشي حضري الاكل زمان الحاج جاي. حاضر. قطيعه هي يا معين يا رب. ايوه ايوه يعني بتخبى. حاضر انا جاي اهو يا اختي. وفين ورا الباب؟ ما طول بالك يا دي على الباب. افتحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الولد مصلح جالك؟ ايوه كان هنا. شايفه وخارج وفي ايديه لفة. طبعا اللفة دي فيها أكل. طب وماله يا حاج لما نديله أكل؟ هو مش بيخدمنا؟ الواد ده محدش مدلعه غيرك. ايوه مش عارف أشغله في الغير. عندي بدل الواحد 20 ومشيهم بالكربان الا ده. طبعا هو الوحيد اللي بيخش الدار ويغرف زي ما عايز. مصلحي يتيم يا حاج، والعطف على اليتيم صدقه ثواب في الاخر. ماني كمان يتيم. اقعدي اقعدي انت مريعي فيه كده لغايه ما اطرده في الاخر. الاكل جاهز؟ ايوه جاهز يا حاج. روح حضريه. حاضر. ورده حضري الاكل. اليتيم قال كاكسات غنفت. الشاي يا مصلحي. تسلم يا حاج. تسلم يا ابني. الشاي يا حاج. شكرين يا حاج. قول لي يا مصلحي ايه هي المسألة المهمة اللي انت كنت عاوزني فيه؟ خجلان اتكلم. خجلان من الحاجة نور؟ ده زي يومك يا راجل. معاذ الله. لا مش خجلان من الحاجة نور، أنا خجلان من اللي هقوله. الرجالة ما يخجلوش يا مصلح. كام؟ أبا الحاج أنا عاوز أتجوز. طب وماله يا حبيبي؟ ألف نهار أبيض. ألف نهار أبيض. كان نفسنا نفرح بيك من زمان. أيوه بس بس إيه؟ كنت خجلان تقولها وأديك قلتها. خجلان من حاجة تانية؟ أيوه يا أبا الحاج. أتجوز إزاي وأنا ما حلتش اللضة؟ تتدبر. انت بس كده ايه عقد العزم وتوكل وربنا سهلها ان شاء الله. بس قول لنا بقى مين بقى اللي عينك وقع عليها؟ صبيحه. صبيحه يا زين ما اخترت. صبيحه طيبه وبنت حلال وتستاهل كل خير.
أنا اللي جرأني أتكلم معاكم في الموضوع إني عارف معزتها عندكم وإنها داخلة خارجة من داركم زي بنتكم بالظبط. وإنت كمان زي ابننا. أمال وفرحتها بالكلام اللي إنت قلته للا دي فرحتين. صبيحة وحدانية ومنكسرة وإنت كمان وحداني وشقية؟ يعني هتكلمها ليه حاجة نور؟ أكلمها؟ أكلمها أوي وأبوك الحاج نبوي كمان هيكلمها لك. إيوه بس صبيحة يعني عندها خمس قراريط وأنا لا تفتكرني طمعان فيهم. خمس قراريط إيه دول البر اللي هتفكر إنك طمعان فيهم؟ إيوه بس هي صبيحة عندها دار يعني وأنا دار؟ دار هذا إيه؟ ده كان سقفها هيقع لولا أبوك الحاج بعت لها ناس عملوها لها. انت ما تفكرش في حاجه من دي ابدا، انت اعقد العزم وتوكل على الله واحنا هنكلمها ان شاء الله. مهرها مملكوش. مهرها وصل لها، خليها عليا انا دي. ما عنديش اجيب لها فرش. اني هشتري لها فرش ايه؟ وهتبات هنا ليله الحن وتتزفلك من داري من هنا. عندك ضمير وهم. ايوه كده. الله، امال فين الواد مصلح؟ اهو جاي هناك اهو. مد يا مصلحي. جيت متاخر ليه النهارده يا علي؟ اصل كان ورايا مصلحه بقضيه. مصلحه؟ والله بقيت مهم يالا وراك مصلحة. طب يا اخوي خلي المصلحة تنفعك، انت مخصوم منك يومية النهاردة. ماشي اللي تشوفه. اللي اشوفه بالك يالا يا مصلحي، اذا كنت فاكر ان الحاج علطاه هتديك اليومية وفوقها جوز حمام تبقى بتحلى. ايوه اخوي انا وراك لغاية ما علمك ازاي تخفل على لقمة العيش. ايوه والله انا بشتغل كويس يا باريز، بس يعني انا النهارده كنت تعبان وفوت على الوحده الصحيه وده اللي اخرني. تعبان؟ تعبان من ايه يا اخوي؟ اسم الله عليك، ما انت زي العجل اهو يا لي. جنبي بيعل علي. جنبك؟ الله 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 على جنبك، ذنبك على جنبك يا اخوي، خلي جنبك ينفعك. كان بابور لما يحشك. إلهي جنبك يعل عليك وما تفوق منه يا رزق يا ابن زلاخه. ها قلت ايه؟ ردي علي، ريحي قلبي تعبتيني. مصلحي طلبناني. ايوه طلبك انت. حكم امال طلبناني؟ الواد شريكي يا بيه. مصلحي طيب ومنكسر، بس هو يعني فقير حبتين، لكن الغنى غنى النفس. ابوك الحاج نبوي كان هنا ولسه خارج وقال لي كلميها انت بقى وقولي له انني موافق ومبارك الجوازات دي. ايه قلتي ايه؟ خلاص اللي تشوفيه انت وابويا الحاج. مبروك يا مصلحي. الله يبارك فيكي. الف مبروك يا اخويا، ربنا يتمم لك بخير. انا قلت اجي ابشرك عشان عارفك هتفرحيلي. طبعا هفرح لك، وصبيحه حسب ما بسمع انها بنت حلال ومنكسره وكمان وحدانيه. وحدانيه على الاخر، ملهاش جنس حد. اهو تلم وحدتك على وحدتها وتونسوا بعض. اهي من توبي وانا من توبي. ما تقولش كده يا مصلحي، يا ود الغنى غنى النفس، وعلى رأي المثل خدهم فقراء يغنيكوا الله. ايوه بس انا كنت عاوز يعني. عايز ايه؟ ما تقول. ايه؟ عايز فلوس؟
لا فلوس ايه؟ لا انا كنت الله ما تقول عايز ايه؟ انت خايف من ايه؟ خايف من ابويا رز. وهتخاف منه ليه؟ هو هيقول لك ما تتجوزي؟ لا مش الفكرة، انا اصلي كنت عاوز اجازة كده يجي 3 ايام عشان الفرح بقى وال. طب وماله يا اخوي؟ يعني هو هيمانع؟ ما هو مانع وخلاص، ما انا قلت له قال لي على اي يوم هتغيب فيه هخصمه منك. لا 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 ما تصدقش. بقول لك ايه، روح شوف مين على الباب. حاضر. اجري. مين؟ مين؟ ده ابويا رز. كتبعه. انت هنا يا وش الفقر. ايه دي؟ تعمل ايه هنا يا علي؟ جاي يعزمني على فرحه. فرحه؟ هو اللي زي ده يتعمل له فرح؟ دول حقهم يجيبوا له قفص نسانيس ويحطوه فيه ويجيبوا واحد ورانات يزفوا. روح انت دلوقتي يا مصلح، وان شاء الله هحضر الفرح بتاعك اني والحاج. هو امتى؟ فرح مين اللي هحضره؟ هو امتى يا مصلح؟ بعد بكره ان شاء الله. الف مبروك، يلا روح انت. سلام عليكم. عليكم السلام يا اخويا، يلا بالسلام. ارد الباب معاك. يا الطاف بقى احنا نحضر فرح الواد دي؟ وليه ما نحضروش؟ مش من مقامنا عشان نحضر فرح. مش من مقامنا؟ اللي هما مين يا حاج؟ انا وانت. ان كان عليا يعني ما يهمنيش، لان ما يهمنيش المقامات. اتكلم عن نفسك انت كده. ماشي، انا هتكلم عن نفسي، مش من مقامي عشان احضر فرح. وين انهي مقام يا حاج؟ القديم ولا الجديد؟ تحب افكرك بحاجات زمان؟ تحب اقول لك انك اما كنت في سن مصلحي كنت افقر منه؟ لازمته ايه الكلام ده يا الطاف؟ لازمته انك لازم تنزل من البرج العالي اللي انت حاطط فيه نفسك ده، ولازم تفتكر ايام زمان، ايام ما كنتش لاقي تاكل وانت بتشتغل اجير عند ابويا. هي وافتكر كمان لما اتجوزتك ضد رغبه ابويا، وكنت اياميها بقول له نفس الكلام اللي بقوله لك دلوقتي عن مصلحي. الفقر مش عيب يابا. وانت اتجوزتيني ليه؟ مش حبتيني؟ حبيتك ما انكرش، وعشان كده بعد المرحوم ابويا ما مات سلمتك كل ارضي ومالي وحالي. يعني العز اللي انت فيه ده عزاني، والمال ملاني. جرايا الطاف، انت حاولت تدفى من مصلحي عليا يعني؟ بتعايريني؟ حاشا لله، بس انا بقى بقول لك ما تعايرش انت مصلحي بفقره. انا عايز اعرف ايه سر عاطفك على الواد ده دونًا عن كل اللي بيشتغلوا عندي؟ لأنك مستقصده هو دونًا عن كل اللي بيشتغلوا عندك، لأنه يتيم وفقير وغلبان ومقطوع من شجرة ومالوش حد. وأنا ما خلفتش يا رز، وأنت عارف السبب. أيوة أيوة أيوة، هنخش في موال تاني من معايري، الخلف، مش كده؟ هو بإيدي. أنا ما قلتش إنه بإيدك. ربنا سبحانه وتعالى أراد السبب يبقى منك أنت. ما تحرمنيش من الأمومة وعاطفي على مصلحي. أيوه، بس ذوقك في الأمومة عفش قوي يا ألطاف. هنحضر فرح مصلحي يا رز. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يلا يا ابني ده هو، يلا يا اخوي، يلا يا حبيبي، يلا كل واحد حي كده يروح لحاله. مع السلامه. الف مبروك، الف مبروك يا مصلحي، الف مبروك يا صبيحه يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا حاجه الطاف. ما باركولنا وانتوا واقفين، ما تقعدوا. نقعد نقعد ازاي يا اخوي؟ انت اللي تتفضل كده وتاخد مراتك وتخش جوه افطاركم. ها احنا بقينا عوازل. مبروك يا مصلحي، مبروك يا صبيحي. مبروك يا الف، اياك كده الجواز يخليك راسي وتلتفت لشغلك بقى.
ألف مبروك يا حبيبتي. خدي يا حبيبتي هدية جوازك. هديه؟ الله يعمر بيتك يا حجة، وما يورينيش فيك يوم وحش أبدا يا حجة. انت مالك انت انا؟ انت مالك انت؟ دي هدية الحجة للعروس. يلا يا جماعة احنا طولنا عليهم قوي. خد عروستك بقى وخش انت جوه كده وادعي لي. ادعي لي يا ولد، ادعي لي. والله بدعي لك من قلبي. الف مبروك يا ولد. الف مبروك يا ولاد. الف سلامة يا صبيحة. من البكري يا حبيبي. خلي بالك منها يا مصلحي دي بنتي. عيني. مع السلامة. الف سلامة يا باريز. شرفت وأنست. مشيو. انت يا صبيح انا بحبك قوي. يا سلام، يا ما كان نفسي اعمل لك دار قد دهية تلات اربع مرات، بس انت عارفه الفقر وحش. وماك الغنى غنى النفس. يعني مش هيجي يوم وتزهقي من فقري؟ يوه، ده انا اموت قبل ما يجي اليوم ده. يا سلام، انا في حلم ولا في علم؟ بقى صبيحي بقت مراتي، حلالي بلالي. تعالي تعالي يا صبيحي. مصلحي ما جاش برضك. يجي فين يا معلمي؟ هو شهر العسل خلص؟ ده يا دوب ما بقالوش تلات ايام. شهر عسل؟ هو اللي زينا له شهر عسل؟ والله عشنا وشفنا البطيخ مدور. سلام عليكم. سلام يا اخوي. توك ما افتكرت انك شغال عندي. هما الثلاث ايام اللي غبتوهم اللي قلت لك عليهم قبل كده، مفيش غيرهم. ثلاث ايام ومال وشك مورب كده ومنفوخ والدنيا مش سايعاه؟ الله اكبر الله اكبر. هو اللي زيك كده الجواز بيعمل فيه كده؟ ايه ماله اللي زي؟ مش بني ادم؟ ايه ده؟ انت هترد عليا على كلمه بكلمه؟ اسمع ما اقول لك، اي تاخير بعد كده هخصم يوميتك، حتى لو ثانية واحدة برضه هخصم اليومية. ماشي، اللي تؤمر بيه. واسمع كمان أما أقول لك، إياك تخطي عتبة الدار عندي. طب يعني إذا الحاج ألطاف يعني ولي؟ أنا سيد الدار يالي، وأنا كلمة اللي تمشي. إياك أشوفك تخطي عتبة الدار عندي خالص. سامع ولا لا؟ أمرك. مالك فشخ ضبك كده؟ يلا يا إبراهيم. جاتك البلد. ألا ما بتشوفش مصلحي يا حاج؟ بشوف. كان بيصلي معانا العشاء النهارده في الجامع. وصبيحة عاملة إيه؟ الظاهر هيبقوا تلاتة يا حاج. صبيحة بتتوحم. يا ألف نهار أبيض. هو نهار أبيض بصحيح، بس يعني بس إيه يا حاج؟ هما يعني دلوقتي كده يا دوبك عايشين. مصلحي زي ما أنت عارفة يوم يجي بيوميته زي ما هي، وعشرة يجي ناقصة. انت عارفة رزق طبعا، ونزلته معاه. لما يبقوا تلاتة بقى هياكلوا منين؟ يو يا حاج، ربك موجود، ده العيل بيتولد ورزقه معاه. أي والله ونعم بالله. ما تبقى تروح كده تشقري عليها كده، يمكن عايزة حاجة ولا محتاجة. أهلا وسهلا يا حاج نوم. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا أهلا. والله يا صبيحة أنا فرحت قوي لما أبوك الحاج نبوي قال لي. ربنا ينتعك بالسلامة يا بنتي. بس الحمل تعبني قوي يا حاجة نور. إيه وماله؟ إيه؟ هو أنت فاهمة إن العيل بيجي بالساهل؟ كل كلمة بتقوليها من الألم دلوقت ربنا بيجعلها بدرة حب وحنان من حشر العيل لما يجي بالسلامة. إيه؟ عايزاش حاجة؟ خيركم مغرجني يا حاجة نور. يا بنتي ما تقوليش كده، ده انت بنتنا وانتوا اهلي.
اللي بتغطى بكم من برد الايام وبتستر بكم من قسوة الدنيا، ربنا يخليكم ليا ولا يحرمنيش منكم ابدا. صح يا صبيحة، ما انتش عايزة حاجة. كتر خيرك، عاوزك طيبة. ابوك الحاج نبوي بيقول لك ما تحمليش هم حاجة ابدا، واول ما تعوزي حاجة تشيعي لنا على طول. كتر خيره. لهو مصلحي لسه ما جاش؟ لسه، اصل المعلم رزق شدد عليه قوي اليومين دول، ويا ريتها بمصلحه اللي مجرم مش عايز يزوده ولا مليم. معلش اصبروا، ربك ما بينساش عبد ابدا. ها فوتك بعافيه يا صبيح، سلمي لي على مصلحي. مع السلامه. الله يسلمك يا بنتي. ورده خلص اللي في ايدك ده وخش شوفي ورانا ايه. حاضر. يلا روح قوم. انا بعت للواد مصلحي اكتر من مره ما بيجيش، ما تعرفش ليه؟ مع انه ما جيت. انا بعت لك الواد عليه، لهلوبه وشاطر ويقضي لك ايتها مصلحه في لمح البصر. انا بسالك يا رزق، لما ببعت له ما بيجيش ليه؟ وانا شرفه، يمكن عنده ظروف. ظروف؟ ولا انت اللي منبه عليه ما يجيش هنا؟ واني صحيح منبه عليه ما يجيش هنا، لكن من امتى بتسيب كلمتي تمشي عليه؟ ما انت طول عمرك مهزقاني ومطلعاني عيل قدامه. على العموم انا سمعت ان مراته حامل، يمكن هو ده اللي لخمه عنك شوي. باكيد هو ده بقى اللي لخمه عني. ايوه. سلام عليكم. عليكم السلام. اجيب الطاقية. النكد. انت نازل الغيط؟ ايوه. امال رايح الديوان؟ طب ابعت لهم صلحي يا رزق. ودلوقتي. بس يعني. واد يا مصلحي. يا ولا. قول لي يا مصلح، يا ترى هيجي يوم تكسر لي فيه كلمة؟ ايه وانا اقدر. واني قايل لك ايه بخصوص مروحك عند الدار؟ قلت لي ما تهوبش يمة الدار عندي ولا تخط برجلك هنا. طب واذا بعتيت لك الحجة؟ ايه يوه، ما هي بعتت لي واني ما روحتش. بس هي بعتها؟ لا النهارده ما بعتت ليش. لا بعتاني انا. ايوه. ها هتروح ولا لا؟ والله يعني انا ما بسالكش على الراي، انت هتروح ولا لا؟ هي بعتاني وانا بسالك اهو، رد على السؤال. طيب انت بتبلغني الرساله ليه ما دام انت اوامرك لي ان انا ما اروحش هناك؟ بختبرك يا ولا، بشوفك هتسمع كلام الحريم ولا كلام اني. ايه هتروح ولا مش هتروح؟ امري لله، هسمع كلامك ومش هروح. جدع يا لي. بس بقول لك ايه، لو فرض يعني وسالتك الحاجه الطاف اني قلت لك روح لها، قول لها ايوه وبس. يعني ايه؟ يعني بعد كده ما ضلش منا كلام، هتستعبط يالا ولا ايه؟ ايوه، يعني انت عملت اللي عليك وبلغتني الرساله وانا اللي ما روحتش. اهو كده جاتك البلا في غباوتك. يلا يا ابراهيم. يلا يا علي. مع السلامه. قال جاتك البلا في غباوتك. امال انت ايه؟ ده انت استاذ الغباوه يا ابن زليخي. عندنا ضيوف يا صبيحي، عندنا ضيوف. مين يا مصلحي؟ اتفضلي يا حاجة. مساء الخير يا صبيح. حاجة الطاف، يا اهلا وسهلا. خليكي زي ما انتي. امسك يا مصلحي. اهدي يا حاجة. دول جوزين فراخ متحمرين. ربنا يخليكي ويعمر بيتك وما يوريني فيكي يوم وحش ابدا يا حاجة الطاف يا بنت هنومه. خلاص 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 يا مصلحي خلاص. Yeah.
ليه بس يا حاج تكلفي خاطرك؟ اكلف خاطري بايه؟ بجوزين فراخ؟ انت يا اختي دلوقتي محتاجه لتغذيه، اللي ما كنتش انت محتاجاهم اللي ببطنك محتاج لهم. ايه دي؟ كل دول جوزين فراخ وشويه فاكهه. قولي لي يا صبيح، انت يا اختي بتتوحمي على ايه؟ كمتري. كمتري؟ بس يا اختي ده بشواني الكمتر. على كل حال جبت لك ابن عمك كمتره. ايه تفاح. إلهي يعمر بيتك ويخليك وما يرميك في ضيق، ما يورينيش فيك يوم وحش ابدا يا حق الطف يا بنت هالنومه. يا اخوي اسكت بقى. اهديه يا لهوي، تفاح كده مره واحده؟ حق انا مش هفتح اللفه دي يا اختي. ليه؟ انا وصبيحه لو شفنا التفاح هنصورك. للدرجه دي؟ ايه افتحي انت اللفه وشاوري لنا عليه، عرفيه بينا وعرفينا بيه. لا بقول لك ايه يا مصلحي، احنا لازم نقف جنبه وناخد صوره، احنا مش ضمننا يا اخويا هنشوفه تاني امتي؟ كلام ايه يا ولاد اللي انتوا بتقولوه ده؟ ده انتوا هتشوفوه تاني وتالت ورابع. ازاي يا حاج؟ ده تمن الكيلو بيوميه 10 ايام، يعني التلاته كيلو بشهر، وال والستة وتلاتين كيلو بمهية سنة. انتوا الليلة تتعشوا بجوز الفراخ دي وتحلوا بالتفاح، وكل يوم والتاني هبعت لكم لفة زي دي. هتبعتها لنا مع مين يا حاج؟ ايوة صحيح فكرتيني، انت ما عدتش بتيجي الدار ليه يا مصلح؟ ها؟ ايه اللي هي؟ وقربها النهار بعت لك برضو مرضتش تيجي. انما انت منورة يا حاج، منورة والله. على العموم انا مش هسألك تاني عشان ما احرجكش، لكن عايزه اقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، انت ما تخافش من ايتها حد في الدنيا دي كلها الا من ربنا اللي خلقك. بقول ايه؟ استأذناني بقى احسن الدنيا تمست عليا. ما تقعدي، اقعدي اتعشي معانا، احنا عندنا فراخ. ايوه وعندنا تفاح هيعجبك قوي. بألف هنا وشفا ليكم، فوتكم بعافيه. يعافيكي. مع السلامة يا حاج، ألف ألف سلامة. الحقيني يا أما، تعالالي يا أبي، تعالوا شوفوا الهنا اللي أنا فيه، هناكل تفاح. وإزاي صبيحة؟ الحمد لله، أيها هتولد بين يوم والتاني. يبقى لازم أبعتها الحاجة نور عشان تفضل جنبها؟ يبقى كتر خيرك وخيرها، وعلى الحاجة نور يبقى وشها حلو علينا، وصبيحة تجيب لنا الولد. ايه مالك؟ جنب بيعل علي. جنبك؟ هي الحكاية دي مش خلصت من زمان؟ والله ما خلصت ولا حاجة يا حاج، بس أنا اللي بطلت كلام من كتر ما زهقت. يبقى لازم تخش الوحدة زي ما قلت لك. ما أنا رحت الوحدة، ادوني راوند ولا عمل أي حاجة. يبقى تروح المستشفى في المركز. ان شاء الله، بس لما صبيحه تقوم بالسلام. طب يا حبيبي قوم روح كده عشان تستريح. قوم. تشكر يا حاج. مع السلامه. مستنيين الحاجه نور. طيب مع السلامه. يا مصلحي الحق، يا مصلحي الحق، يا مصلحي يا مصلحي. ايه يا علي؟ ايه يا علي مسخوف كده ليه يا علي؟ مرتك بتولد يا مصلحي. ايه والله مين قالك يا علي؟ الحاجة مرت المعلم رزق عندها وهي اللي بعتتني كده اهو. عندها كمان الحاجة نور مرت الحاج نبوي. الله هو أكبر، الله هو أكبر، يا ألف فرحة وألف نور. خد يالا. هو الولد مصلح بيجري على إيه؟ مرته بتولد والحاجة عندها. الحاجة عندها؟ يا نهار مطين، بقى يسيب شغله ويمشي؟ ده أول ما عرف رمى الفاس وجري على طول. مرته بتولد؟ يبقى هيطلب اجره زياده، والله ما هو شايفها بعينه. يلا يا ده ابراهيم، دي الفرحه مش سايعاه يا معلم. يا اختي يا مسهل يا رب.
روحي. الله يبارك فيك يا حاج. ايه فرج؟ لا بكري. ابوك الحاج نبوي قال لو كانت بنت سموها بكري. خبر ايه يا مصلحي؟ ربنا هو اللي بيبعت ومشيئته هي اللي بتقول بنت ولا ولد. انت هتعترض على مشيئته؟ ونعم بالله انا راضي بمشيئته. بكرية ها؟ ايوه اسم حلو. قولي لي تشبه لي؟ طب ما تيجي تشوفها بنفسك. قوم يلا. عروسة زي الفل. الحمد لله على سلامتك يا صبيح. ان شاء الله تسلم يا اخوي. مبروك يا مصلحي يا ابو بكريه. الله يبارك فيك يا حاج. مش تشوف بنتك وتطلع في وشها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمتي على الكعب. رزقك يا بيت. يلا خدي يا اخت سمي. ده كتير والله. ده كتير يا حاج. واه يا اخت اللي كتير دي؟ هو كان حد ادك حاجه ولا انت عايز تتدخل بيني وبين بكري؟ يلا يلا يا مصلحي سيب صبيحه تستريح شويه. ايه خدني معاك. خدني معاك يا مصلحي. ما بدري يا حاج. بدري من عمرك يا حبيبتي. ما انت عارفه ان انا سايبه الدار من طلعت النهار وسايبها تضرب تقلب وزمان البت ورده ضربه معاها لخمه. ايه فوتك بعافيه. الله يعافيك يا حاج الطاف. امنتك امانه تسلمي لي على الحاج رزق. الله يسلمك. يلا بالسلام. ايه يا صبيحي تعبتك معايا يا حاجة نور. يوه تعبتيني؟ تعبتيني في ايه؟ اللي تعبت حقيقي الحاجة الطاف. دي جايبالك يا بيت جوزين فراخ وبرامين رز وده كربات. الظهر انها كانت موصية عليهم قبل ما تيجي هنا. الواد عليه وخبط عليا من شوية وداهم لي. ربنا يخليكوا ليا ولا يحرمنيش منكوا ابدا. مش عارفة من غيركم كنت هعيش ازاي. بينا كنت هتعيشي من غيرنا كنت هتعيشي يا بنتي. ربك موجود هو اللي بيوهب الخير. حاج. نعم ايه؟ متهيألي كده زي ما يكون مصلحي مش مبسوط. يكونش كان عايز ولد. السلام عليكم يا ابو الحاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال تعال يا مصلح اتفضل. بين ثلاثة يا ابو الحاج. توكلهم منين؟ ربنا يا ابني هو الرزاق. ونعم بالله. بس اعمل ايه وابويا رزق بيكرهني كل يوم اكتر من اللي قبله. رزق ده يا مصلح ربنا سبحانه وتعالى عمله سبب عشان يرزقك منه. وربنا قادر انه يغير السبب ده. اذا ما كانش يرزقك عن طريق رزق ده يرزقك عن طريق اي حد تاني. ايه مالك جنبك برضه؟ ايوه يا ابني. ما قلت لك تروح الوحده الصحيه ولا المستشفى؟ حتى روح المستشفى. واسيب بس صبيحه نفسها ازاي؟ صبيحه يا ابني في وسط اهلها الحاجه الطاف والحاجه نور واني. ماشي يومين ثلاثه كده لغايه ما صبيحه تشد نفسها وهروح المركز وعلى المستشفى عدل. ايوه الولد ده مش قاعد عندي من النهارده. أنا قلت لك كلمة يا راجل. حرام عليك. الواد عيان ورايح بكره المستشفى في البندر. يعني خلاص الدنيا دي ما عادش فيها رحمه؟ لا فيها يا ست الطاف. بس انا بقى مش فاتح حكي على البحر. طول عمر قلبك قاسي وما تعرفش الرحمه. مع ان اللي زيك كان لازم يحس بمصلحي لانك قاسيت زيه. ولا نسيت؟ ايوه ايوه يا اختي. شغال الاسطوانه المشروخه اللي زهقت منها. ايوه ايوه انا كنت فقير وانت اتجوزتيني واديتيني كل حاجه ودي املاكك ودي فلوسك. بس اسمعي بقى اما اقول لك انا هنا راجل
أنا جوزك وكلمتي لازم تمشي على الكل. الواد ده أنا طردته من النهاردة، وأحسك عينك تروح تنظري في المستشفى، أيوة، ولا تبعتي له إيش فراخ وإيش حمام. خلاص خلصت، قلت كل اللي عندك وزعاق، وديت أوامرك يا سبع البرومبا، اسمعها مني بقى. أنا هروح له المستشفى، ومش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة، وهاخد له معايا حمام وفراخ وبط ووز وقوزي وخروف وعجل كمان يا رزق. مصلحي ده زي ابني، واللي بعمله ده لوجه الله، يمكن ربنا يخفف ذنوبك من اللي انت عملته فيه. ايه رأيك بقى؟ رأيي ان كل من هو يعمل ما بداله، بس نشوف بقى مين اللي يكسب في الاخر. ماشي يا رزق، اني موافقة، بس مش عايز عياط. الطف عمرها ما عيطت ابدا، وان عيطت اسمي حرمه. الدرو الباقي بقى على الرجاله لما يعيطوا. هي عين المعلم رزق، ما فيش غيرها. عين المعلم رزق بقى ولا مش عينه؟ قاعدين رايح المستشفى وربنا يستر. اجي معاك يا مصلحي، عايزه اطمن عليك. تيجي معايا ازاي وانت لسه ما شدتيش حيلك؟ ده انت لسه قايمه من الولاده. الحاج نبوي هيجي معايا. خلي بالك من نفسك يا اخوي، واسمع كلام الدكتور. ربنا يستر. فوتك بعافيه. مع السلامه. بقول لك ايه، الحاجه نور والحاجه الطاف هيجوا كل يوم يطمنوا عليك، وانت اوعي تعتمي بره الدار الا لما تشدي حيلك كده وتجمدي. حاضر. خلي بالك من بكري. حاضر. فوتك بعافية. مع السلامة. يا رب يا رب رجحونا بالسلامة، احنا ملناش غيره. يلا يا سيدي. خير يا دكتور؟ عنده حصوة في الحالة. حالة؟ ويعني ايه الحالة؟ انت جاي تعرف ايه اللي عندك ولا جاي تتعلم الطب؟ هو يعني قصده تتعالج ازاي؟ هنحاول ننزلها بالدواء، واذا ما نزلتش لابد من اجراء عملية جراحية. ننزلها وتنزل بايه؟ هكتب لك روشتة الدواء المفروض ينزلها. المفروض؟ يعني ممكن ما ننزلهاش؟ ايوه. وساعتها لابد من عملية؟ أيوة. اتفضل، هادي روشتة الدواء اهي، والصيدلي هيقول لك تاخد الدواء ازاي، بس المفروض تشرب مية كتير وتنام لك قد أسبوع راحة، المرض ده محتاج راحة. استنى هجيب لك كمان شوية دواء من عندي على الدواء اللي في الروشتة. ربنا يبارك فيك يا دكتور، كلك شهام. ايه ليه؟ هرقد أسبوع بحاله؟ وبعدين؟ وبعدين ايه؟ وبعدين تفتكر يعني الحاج رزق هيدينا اجازه؟ ما تسيبك من حكايه رزق دلوقتي، احنا في الحصوه اللي لازم تنزل دي. اتفضل يا سيدي، الدواء ده حبه ثلاث مرات في اليوم بعد الاكل. طب واللي ما بياكلش غير مره واحده؟ ياكل ثلاث مرات عشان الدواء يعمل مفعوله، وتشرب ميه كتير. شرب الميه سهل. أسبوع؟ ترقد أسبوع بحاله؟ أيوة، ما هو الدكتور قال لي الحصوة تنزل بالذوق يا عملية. عملية؟ يا مصدق؟ هنعمل إيه؟ ربك موجود. أنا مش مطققني غير همك أنت والبنت بكرية، هتاكلوا منين؟ ما تحملش همي يا أخوي، ما فيش حد بينام جعان ولا حد بيموت من الجوع، ربنا يدبرها بقى. مصلحي راح للدكتور وقال له يرقد اسبوع. يرقد ما يقوم، عرفت. وبرضه مصمم على انك تطرده؟ انا كلمتي واحده. ودي تبقى اخلاق رجاله دي؟ انت ونية، انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ ما الناس سيره غير مصلحي. مصلحي راح، مصلحي جه، مصلحي راح المستشفى، مصلحي عنده حصوه، مصلحي عنده بالهلسيا. هو ايه؟ كنت خلفته ونسيته؟
ولا تكونيش انت امه وانا مش عارف. انا فعلا بعتبر نفسي زي امه وزي كل اللي زي اهو الواد علوة مثلا اللي انت بعتهولي ده عشان يقضي لي طلباتي بدل مصلح. ما هو رخر غلبان ومنكسر ويتيم. ايوه خلصنا من مصلح طلع لنا علوة ماني فاتحها مانجا. هو اهدي هو اهدي واه اللي انت بتقوله دي هو ايه يا ناس؟ هو العطف على اليتيم دلوقتي والفقير بقى ملجأ ايتام؟ روح منك لله يا رزق منك لله. البيض الطازة جريش يا جبني. البيض الطازة جريش يا جبني. البيض الطازة. عوافي يا صبيحي. الله يعافيكي يا اختي. عندك النهاردة بيض طازة اهو. ها طيب اديني بقى ثلاث بيضات وحتتين جريش. خدي يا اختي. اهدي اهدي. لا يا اختي غيري دي هاتي واحده كبيره شويه. كبير ايوه. المره اللي فاتت الجبنه ما كانتش طازه ابدا. والله كانت طازه وكان لبنها محلوب يوميها الصبح. ازاي جوزك لسه بعافيه؟ ايوه اهو بياخد الدواء وربنا بقى الشافي. العوافي يا مصيبي. الله يعافيك. جبرتي؟ ابدا. الناس لا عايزه لا تاكل جبنه ولا بيض. الظهر اللحمه كترت في البلد. صبيحه انا مش طايق يا صبيحه مش طايق نفسي. مش طايق نفسك ليه؟ جنبك شدد عليك؟ لا جنبي ولا دياول. جنبي زي ما هو لا نافع فيه دواء ولا رقد. يو امال مش طايق نفسك ليه؟ مش طايق اني اقعد هنا راقد وانت بره عماله دايره على كعبك تتلطمي في الشوارع طول النهار. ما انت كمان عيان يعني هتموت نفسك. يا هلاله يا اللي هنا دستور الحاجه الطاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا اهلا يا حاجر. اهلا بك يا حبيبتي. اهلا ازيك يا صبيح. اهلا يا حاج. خدي يا اختي دول خدي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. برضه تعبه نفسي. بقول لك ايه انت تسكت خالص ما تتكلمش عشان انت عيان. جميلك زاد علينا قوي يا حاجه بقى مغرقنا من ساسنا لراسنا. تعالي هنا يا وليه انت تعالي هنا اهو. انا سامعه كلام في البلد غريب قوي. يوه كلام كلام ايه؟ سامعة انك بتنزلي تلفي في البلد وتبيعي لي حبة بيض على حبة جبنة وشوية جرجير. يوه وماله؟ وماله لما الواحدة تكسب لقمة شريفة بعرق جبينها؟ أنا ما قلتش حاجة بس عيب قوي انك تعملي كده وأمك ألطف موجودة مش كده برضو يا مصلحي؟ والله يا حاج خيرك علينا ما بقاش يتعد وأنا بصراحة خجلان مني. طب بس أنا ما أحبش أسمع الكلام ده تاني مرة. تعال صبيحة هتقعد بيك وترعيك وتردع بنتيه واني موجودة. اهدي اهدي. رايح فين دي؟ رايح فين يا مصلحي؟ دورت المية؟ خلاص لا دورت المية ولا بتاع. الله. انا مش طايق. الله الله الله. رايح فين؟ رايح اشتغل. اه؟ انا اللي هوكل بيتي ومراتي. يو ارقد يا راجل. انت عايز تموت نفسك ولا ايه؟ مراتك لسه مش عاجزه. انا هشتغل واشتغل لحد ما تطيب وتقف على رجليك. انا خلاص مش طايق نفسي. حرام عليكم يا ناس. انا مرضاش ان انا اكل من عرق حرمه. الله انت مجنون. اي اه جنبي. اسم الله يخليك. جنبي معايا يا صبي. مش قادر يا مصطفى. يا مصطفى مش قادر. مش قادر. شفت بقى كده تعمل في نفسك كده يا مصطفى. لا بقول ايه انت لازم تروح المستشفى تاني ودلوقتي. يا لهوي. لا بد من عمليه. عمليه يا لهوي. يا حستك يا صبيحه. يا حستك يا صبيحه. يا حستك ليه؟ لا هي عملية خطيرة ولا هتاخد وقت. وهتعملها امتى ان شاء الله يا دكتور؟ دلوقتي
بقول ايه؟ نعم. ما تيجي اروحك انت وصبيحه وارجع اجاني تاني. لا لا يا حاج، انا هستنى هنا مع جوزي. بنتك لوحدها يا صبيح؟ لا بنتي مش لوحدها، بنتي مع الحاجه نور وانا مطمنه عليها. سيبها دلوقتي يا حاج، ما مش معقول هتيجي معاك وتروح وتسيب جوزها لوحده. اتفضلوا بقى انتوا في الاستراحه واحنا هنطمنكم. انتوا قلقانين ليه؟ سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس يا حبيبتي سد يا عيني سد. دلوقتي امك ترجع تبشرك وتقول لك ان العمليه نجحت وان ابوكي هيرجع لك بالف سلامه. سد يا بكريه بس يا عيني بس. يا رب يا قادر يا كريم ترجعه بالف سلامه عشان الغلبانه دي. مصلحي حمد لله على السلامة يا مصلحي. حمد لله على سلامتك يا مصلحي. ده انت قعدت 4 ساعات بعد العملية قبل ما فقت من البنك. يا 4 ساعات. ولا حسيت. وان شاء الله مش هتحس بعد كده بألم ابدا في جنبك. يا رب. بقول لك ايه؟ هترجع الشغل تاني وهتبقى على العال. لا يا حاج. لا. مصلحي مش هيرجع يشتغل تاني عند المعلم رزق، ولو انك يعني تزعلي مني، هو اللي خلق المعلم رزق ما خلقش غيره. على كل حال الموضوع ده سابق لاوانه، لسه بدري. حتى الدكتور قال ان يعني لسه قدامه شهرين عبال ما صحته ترجع تاني كده ويرجع زي زمان. ياه، هرقد شهرين بحاله. ايه دي؟ ايه دي يا تنابلة؟ هو ده شغل؟ واقفين تتفرجوا؟ جاتكم البلاوي. ما احنا بنشتغل اهو يا معلم رزق. وده شغل دي؟ الله يمسيك بالخير يا مصلحي. صحيح اني بكرهه ومطيش اسمع سيرته، بس لا مؤاخذة كان حمار شغل. ايوه ربنا يشفيه. ربنا يشفيه. ربنا يشفيه يا رب. يشفيه ولا ما يشفيهش؟ ما هوش معتب هنا تاني. ايوه. قول لي يا عليو اخباره ايه؟ خرج من المستشفى؟ لا ده هيقعد في المستشفى ياما، بيقولوا شهرين. ومرته معاه؟ لا في دارها، بس بتروح للمستشفى في المركز يوم بعد يوم. في دارها؟ لا بقى، بقول لك ايه، اخرج بقى يا راجل من هنا. ايه دي بتطرديني من دارك يا بيه؟ حاشا الله، بس انت راجل برضو وبتعرف الاصول، ولما راجل البيت ما يكونش موجود ما يصحش ان في راجل غريب يدخله. فعلا كلامك مظبوط، بس انا بقى مش غريب. ده انا رزق يا بيت اللي مصلح يا ما غرف وعبى من خيري. عشان كده طردته. لا انا طردته عشان بحقد عليه واكرهه. تحقد عليه وتكرهه؟ ايوه. تكرهه ليه يا راجل؟ هو كان قتل امك ولا كان قتل امك؟ لا عشان ابيض وطويل وغيتت زي ابو وردان، وبعدين كرهته اكتر لما اتجوزك. لما اتجوزني؟ وتكرهه ليه لما اتجوزني؟ لأن خسارة فيه يا اسطى. اهده. لا مصلحي ده زنت الرجال، ده هو اللي خسارة فيه. صدقي وتأمني بالله انت متخلفة. انت يا بنت بتقولي الكلام ده عشان مش عارفة قيمة نفسك. لا 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 بقى، ده انت كده داخل في سكة خطرة. يا بنت انت يا اسطى، انت عاوزة اللي يقدرك وينغنغك في الحرير. ومين هو ده بقى ان شاء الله؟ اني يا اسطى. انت؟ ايه؟ وهتنغنغني في الحرير ازاي بقى؟ هتجوزك. تتجوزني؟ ايوه. تتجوزني ازاي يا راجل وانا متجوزه؟ اتطلقي مين؟ اتطلق؟
يعني ان ده حصل؟ هتتجوزني ازاي؟ هتعمل ايه في الحاجة قلطان؟ بسيط، هطلقها. طيب هطلق انا الاول ولا هطلق الحاجة الاول؟ لا يا اختي، انت تطلقي الاول، ده صعب، وبعد كده اني اطلقها بكلمة واحدة من حالك. طيب سيبنا افكر. ايه هي دي؟ عايزة تفكير يا قسطة؟ عندك المال والعز في كفه والجوع والفقر في كفه. ايوه بس انا دلوقتي مش لوحدي، في بنت رضيعه على كتفي. افطميها، ارميها له، وبعد كده تجيبي لي الولد ويورث كل حاجه، وتبقى انت في ايدك كل شيء. قلت ايه يا قسطة؟ ايوه بس اقول له طلقني ليه؟ يا سلام، الف سبب وسبب. فقير ومش قادر يصرف عليكي، وقاعد في دارك مريض، وبعدين حيخرج من الاسبيتالية مش حيلاقي شغل. طيب لما اروح له بكره هكلم معاه وابقى ارد عليك. وهدديه يا بيت، هدديه وقولي له حرف عليك قضيه. ايوه بس بقول لك ايه، مش تسيبنا اتطلق من هنا وتتخلى عني من هنا. اخسى عليكي، ده اليوم اللي انا بتمناه. هترد عليا امتى؟ بكره فوت عليا بعد المغرب وهقول لك انا عملت ايه. ماشي ماشي يا قسطة، قسطة بالعسل. انا ماشي. مع السلامة. بس بقول لك ايه، وحد يشوفك وانت داخل. لا ما تخافيش، امشي انا بقى. بقول لك ايه، خليكي ناشفه معاه، اتك عليه جامد. هي حاضر. فوتك بعافيه. مع السلامة. يا دي الهنا والسرور. ازيك يا صبيح؟ وازاي البنت بكريه؟ بخير. ازيك انت؟ انا الحمد لله. هنا مالك، وشك مقلوب كده ليه؟ وعينيكي حمرا. مفيش. ازاي وانا تايه عنك يا بنت؟ ايه يا صبيح، هي وصلت للعياط؟ مالك يا بنت، في ايه؟ خف بقى يا مصالحي، خف وارجع لدارك ومرتك. معلش يا صبيحه، انا عارف انك تعبانه، تعبانه قوي، لكن هانت ان شاء الله. ما تسيبنيش يا مصالحي للديابه تنهش فيا. ديابه؟ ديابه ايه يا بيه؟ لا ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ تقصد ايه بالديابة؟ لا ما فيش. اصل الوحدة هتقتلني والدار عفشة من غيرك. طيب يا الحاجة نور والحاجة الطاف ما بيقولكيش؟ لا بيجوا، بس يعني كل واحدة بقى وليها مشاغلها، يعني مش معقول اخليهم يقعدوا معايا في الدار طول اليوم. رأيك لساكي بتبيع البيض والجبنه والجرجير؟ ساعات بقدر ابيع وساعات ما اقدرش، عشان ما اسيبش البنت بكريه لوحدها في الدار. معلش، ربنا يعدي الايام اللي جايه دي على خير. اصبري اصبري يا صبيحه. ماني صبري. خلي بالك من روحك يا اخوي، فوتك بعافيه. الله يعافيكي. ديابه؟ تقصد ايه بالديابه؟
ليلتك قشطه. ها رحت له الاسبيتالي؟ ايوه. وكلمتيه؟ ايوه. ها ووافق على الطلاق؟ وافق بعد طلوع الروح. والله كويس قوي. امتى؟ اظن هيستنى لما يخرج من الاسبيتاليا. ايوه ده بيقول هيقعد هناك شهرين. لا اتفقنا بعد بكره هاخد الحاج نبوي والمأذون ونروح له على المستشفى وهيطلق هناك. يا فرحة امك بيك يا رز، كويس قوي. ده انا ما كنتش احلم انك هتوصلي لده كله من اول مره. طب اني هتطلق بعد بكره، والحاجه الطاف هتطلقها امتى؟ بعد بعده يا قسط. مش خايف منها يا معلم رزق؟ ايه هخاف منها ليه؟ احسن يعني تاخد املاكها منك. ياخدها ربنا. لا ما هو كله بقى باسمي. هو انا هطل ولا عبيط؟ باسمك؟ باسمك ازاي يعني؟ ايوه ما هي عامله لي توكيل، واني بقى بعت نفسي. واني مش خايف عليا منها يا رزق؟ هي تستغرت هو بناحيتي، ده انا كنت تقتل. تقتل مين يا رزق؟ قولها تاني كده وسمعني. سلام قولا من رب الرحيم. انت كنت مستخبيه فين يا وليه؟ كنت مستخبيه لك هنا فوق، وسمعت كل كلمه قلتها. يا راجل يا ناقص يا خسيس. اخصى عليك يا توفي، ده انا كنت بهزر. بتهزر؟ ايوه. بعت املاكي يا رزق اللي استأمنتك عليها؟ بعت املاكي يا رزق اللي خليتك بني ادم؟ بعت املاكي يا رزق لنفسك؟ لا والدور والباقي جاي البت الغلبانه دي جايه لها عشان تشتريها بفلوسي. انت فاكر نفسك ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ فهمني بس. ايه هي دي؟ مش مرات راجل محترم تنتهز فرصه وجوده في المستشفى وتيجي هنا تعتدي على عرضه؟ اه يا راجل يا خسيس يا ندل يا جبان. لم لسانك يا حيزابون. طب اخرس بقى، اخرس وامشي، اطلع بره، امشي امشي. واياك تعود ناحيه الظهر، اياك تعود ناحيه الظهر. هقطع رجليك، هقطع رجليك. هي انت بتطرديني بصفتك ايه يا ولية؟ اني بطردك؟ اني صاحبه الدار؟ يلا اطلع بره يا راجل يا ندل، اطلع بره. امشي امشي بره. بس يا صبيح، بس يا اختي، امشي اطلع بره، امشي. جاتكم البلي وانتوا عاملين زي ريا وسكينه. طب امشي اطلع بره بقى قبل ما اكسر نافوخ. طب بس بس يا اختي، تعالي تعالي بس يا ضنايا، بس بس يا حبيبتي، بس بس يا صبيح، بس يا ضنايا، بس يا اختي، بس بس يا اختي، بس مني يعني وحدانية وفقيري ومليش حد وجوزي غايب عن الدار يوم يتعمل فيا كده؟ بس يا حبيبتي لا، انت مش وحدانية، انا معاكي وربنا فوق الكل. والحمد لله يا اختي اللي جيتي ونبهتيني علشان افوق من الوهم والعيشة القرف اللي انا كنت عايشاها دي. ايوه بس دلوقتي انت هتعملي ايه بعد ما باع كل حاجة لنفسه؟ العمل عمل ربنا ونعم بالله. بس لا انا مش هسكت على كده ابدا، انا مش هقعد ساكته لحد ما اموت من الجوع. لا انا هشتغل. هتشتغلي؟ هتشتغلي ايه؟ اظن هتبيعي بيض وجبنه وجرجير. يا بنتي دول ما يجيبوش حق العشي. لا انا هصلح ارضي، هزرع الخمس جراريت. ايوه هزرعهم قمح عشان كل الناس تاكل عيش. المعلم بيقول عايزهم الليلة عشان نازل مصر. مش وقته دلوقتي، أنا هقول الحاجة بعدين. ماشي. وردة، بنتي يا وردة، أنت يا بنت، بنتي يا وردة. نعم يا حاج. تعالي هنا أهو، تعالي. صوت مين اللي سمعته دلوقتي؟ مين اللي كان هنا دلوقتي؟ ده عليوة يا حاج. عليوة؟ أيوه. وعايز إيه في عليوة دي؟ المعلم بعته ياخد هدومه. وقلت له اللي قلت لك عليه؟ ايوه قلت له الحاجه هتبعت كل حاجته بكره الصبح، بس هو اللي قال لي المعلم عايزهم الليل عشان نازل مصر. خلاص اطلعي هاتيهم من فوق وحطهم ورا الباب، واول ما يجي ارميهم له في وشه. حاضر. طيب يا ريس. بتاع
بتعملي ايه يا صبيحه؟ بصلح ارضي. لوحدك؟ ايوه لوحدي. البنت دي عاوزه لها ولا 10 رجاله في حليب. انا ب 10 رجاله يا حاج نبوي. ربنا يبارك فيك يا بنتي ويديك الصحة. سلام عليكم. عافية صبيحة. الله يعافيك يا حاج. مين دول؟ دول الرجالة بتوعي. جايباهم يختي علشان خاطر يساعدوكي. لا يا حاج انا هشتغل لوحدي. وماله يا حبيبتي اشتغلي لوحدك بس هما كمان يساعدوكي. ايوه بس كده انت جمايلك زادت قوي يا حاج. مهما زادت جمايلي مش هديكي حاجه جنب جميلك اللي انت قدمتهولي. يلا يا رجاله. يلا خشي ده يلا دوروا يلا صدام. وسط البلد والجنازه بكره. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. شد حيلك يا حبيبتي. هنعمل ايه؟ اراده ربنا بقى. فوتك بالعافيه. الله يعافيك. المعلم رزق مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله يرحمه بقى مع إنه أذاني كتير. على كل حال المتوفي مهما يتقال عنه ما يجوش عليه غير الرحمة. يوه خلونا في الأخبار المفرحة. عرفت يا مصلحي الخمس قراريط بقى شكلهم إيه؟ إيه؟ اتصلحوا وهينزلوا. ومين اللي صلحهم بقى؟ مراتك يا مصلحي. ليه بس يا حاج قلت له
أنا ما كنتش عايزاه يعرف إلا لما يخرج من المستشفى ويلاقي الأرض مزروعي. شطر شطر يا بنت يا صبيحة شطر. بسم الله ما شاء الله مجهود كبير قوي. الحمد لله. وهتعملي ايه في المحصور؟ والله ما انا عارفه يا حاج. انا هجيب لك المشتري. والله يبقى كتر خير. هيكون عندك بعد بكره ان شاء الله. وردي بيتي يا وردي. نعم يا حاج. تعالي هنا. تعالي. بقول لك ايه، مفيش حد في البلد كلتها يعرف بخروج المرحوم من قلب البيت بالطريقه اللي خرج بيها دي الا انت. ما انا عارفه يا حاج، عشان كده مش عايزه اي طه حد ياخد بيها خبر. فاهمه؟ فاهمه يا حاج. ده انت اللي مربياني، مربياني على الامان. انا لازم اكون امينه على اسرار البيت اللي بياكلني. جدعه يا بيت، روحي. حاضر. الله يرحمه مات في الوقت المناسب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. البركه في دعواتك يا حاج نبوي. ربنا يخليكي. المعلم رفاعي اهو، اتفقت معاه على كل حاجه وهيشتري المحصول كله. كده وهيشيل هو؟ ايوه هشيل انا. وهتدفع كام؟ 250 جنيه. كره يا راجل، هتتشطر على حرمي؟ ما هي ما تسواش اكتر من كده. معلش يا رفاعي خلوهم 300. لا يا حاج، 350 ما ينقصوش مليم. حاضر يا ستي، ادي دلوقتي 100 وبعد اسبوعين حديك الباقي. مش معنى يعني بعد اسبوعين؟ مش لما بيع. يلا يا رفاعي اتكل على الله وروح هات رجالتك. حاضر هروح اجيب الرجال. يلزم اي خدمه؟ ربنا يخليك لي يا حاج ولا يحرمنيش منك ابدا. الله يخليك. سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا مصلحي. الله يبارك فيك يا دكتور. يعني خلاص جنبي مش هيعل عليا تاني. خلاص خلاص خلاص. الحمد لله الحمد لله. إلهي ما يوريني فيك يوم وحش أبدا يا دكتور. إلهي يعمر بيتك، إلهي ينجيك. ألف نهار أبيض. مبروك يا مصلحي. شكرني يا دكتور. ربنا كريم، ربنا ما أرادش إنك تخرج من هنا إلا بعد ما الأرض ما ترمي خيرها. أيوة الحمد لله. يلا 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 يلا. خد يا بنتي يا صالح الدواء دي ينفع العيال. خدي. سلام عليكم. سلام عليكم. متشكرين. ربنا يشفيكم، ربنا يكرمكم، ربنا يعمر بيوتكم كلكم. وأنا أزرعها تاني ليه؟ ده أنا عندي لك حتة فكرة. فكرة إيه؟ ما هو رفاعي دي بيشتغل بملاليه، بيدي عربون ويشيل المحصول ويبيعه وبعدين يسدد الباقي. احنا بقى نعمل زيه كده.
نعمل زيه كده. طب هنجيب منين؟ ماني يا مصلحي، فاضل معاي 300 جنيه وهبيع الكردان اللي ادتهولي الحاجه الطاف يوم الجواز، وبعدين بعد كده بقى نبتدي بدول والفلوس تكبر وتكبر لحد ما يبقى معانا ياما. يخرب عقلك يا بنت، ده انت اتاريكي بلوه مسيحه وانا مش واخد بالي. عرفتوا يا اولاد؟ مش مصلحي بسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليه هو وصبيح، واشتروا دار اسماعيل ابو حسن. دار اسماعيل ابو حسن دي تسوى الشيء الفلان. وماله يا اخويا؟ ما هو بقى عندهم بدل الشيء الفلاني دي شيء وشويات. لا وايه؟ صبيحه مراته الاسبوع اللي فات خلفت له توأم بنات. ايوه الله يرحم، ايام ما كانوا مش لاقين يوكلوا بنت واحده، دلوقت بقى عندهم ثلاثه. جوايا بقى انت هو هنفضل قاعدين كده سايبين شغلنا وقاعدين نروح على الخال؟ اوه امنا كلوه، كل واحد يمسك فاسه احسن. والله العظيم ده كنا قايلين الحاجه الطاف. يلا بينا يا رجاله نشتغل، احسن لو قال الحاجه الطاف اي كلمه هتخنقنا. حكيميه لا بطيق كلمه، لا على مصلحي ولا صبيحه. بس يا بنت، بس يا بنت تشك في قلبك. يا ساتر يا رب، بناتك دول ما بيمثلوش عياط. ايوه علشان بنات، انما لو كانوا صبيان كانوا بطلوا عياط. قومي يا اخي خف نفسك كده وغير هدومك علشان ننزل الكفر اللي جنبنا نشتري المحصول. يوه يعني شايفني فاضية؟ يعني ايه؟ نقعد بقى في الدار ولا نبيع ولا نشتري ولا نشوف شكل عشنا؟ يوه يا مسلحي روح انت لوحدك. اروح لوحدي ازاي؟ ما انت اللي بتبيعي وبتشتري كل حاجة باسمك. ما اقدرش انا اروح الا لما يكون معايا توكيل عام رسمي منك. خلاص يا اخوي اعمل لك توكيل. تعملي لي توكيل؟ ماشي. اهلا اهلا، انست وشرفت يا مصلحي. منور الدار يا اخويا كلاتها. منوره بيكي يا حاجه. تسلم وتعيش، اتفضل الشاي. تعيشي. استريح يا اخويا. بقول ايه يا مصلحي؟ انا عايزه السنه دي ابيع لك المحصول بتاعي. ولا يا حاج، ما انت متعوده كل سنه تبيعيه لعطب لسيد احمد. ايوه بس كافي بقى اديهولك السنه دي. وانا هاخده واللي تأمري بيه انا هدفعه. لا زي عطا سيد احمد ما كان بياخده بالظبط. ماشي وانا اشتريه. مبروك عليك يا مصلحي. بقول لك ايه، ازاي صبيح؟ هي اخويا ما بتجيش تزورني اليومين دول ليه؟ ملبوخه في البنات وفي الحمل الجديد دي على وش ولاده كده. الف مبروك. يبقى انا بقى اللي لازم اروح اشوفها وازورها. بقول لك ايه يا مصلح، ما كفايه خلفه بقى يا اخوي، صبيحه خلاص صحتها اتهدت. ولد؟ نفسي في ولد؟ عايز ولد يورث من بعد ده كله يا حاج؟ خلاص المره دي وبس، بس اعمل حسابك ان جه ولد ولا جت بيت سلم امرك لله ونعم بالله. يا لهوي، بنتين في بطن واحدة؟ سمتها ونصبها ثلاث بطون تجوا فيهم خمس بنات. تلاقي مصلحي متضايق. هو في الحقيقة أنا لسه ما شفتوش لحد دلوقتي، إنما أكيد متضايق. ربنا يستر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيني عليك يا صبيحي، بقيت أم البنات، خمسة في عين العدو. يا بنت مالك يا بنت؟ بس بس يا بنت مالك يا بنت؟ مش شلنا النهارده كده مالك يا بنت؟ بس بس يا بنت يا الأوت. طيب روح روح. تعالي خشي اقعدي اقعدي هنا اهو. بنت يا صبيحة قومي حبي على ايدها دي مراتي الجديدة اتجوزتها امبارح في المركز. من الليله دي تاخدي بناتك دول تلميهم على كتفك وتروحي الدار القديمه. انا مش عاوز ازعاج الليله دي في الدار بالذات. وبعدين الدار دي هيتولد فيها اولاد من بعد كده. دهوتي الحقوني الحقوني الحقوني. لا لا
صبيحة يا بنت شلبية ما هياش دارك. أنا بعت كل حاجة لنفسي وبنفسي بناءً على التوكيل اللي انت عاملهولي.